ورجع مصر بنكسة 1967، وكان له دور فاعل في أثناء الحرب إن هو انسحب بحوالي 90% من قواته أثناء النكسة. في بداية النكسة حرب 67 فقدت مصر سلاحها الجوي، فأصبحت القوات مكشوفة في سيناء. حصل انسحاب غير مدروس، كان سهل على قوات الاحتلال أو قوات كيان إنها تقصف القوات المصرية المكشوفة في الصحراء. ففكرة إن ترجع بحوالي 90% من قواتك هو إنجاز عسكري كبير. وبعدها بدأت مصر في إعادة بناء قوتها العسكرية في حرب الاستنزاف من 67 لحد سنة 70. في الوقت ده الفريق الشاذلي تولى محافظ أو قيادة منطقة البحر الأحمر، وهي منطقة كانت طبعا احنا قلنا ان احنا صورنا سلاح الجو بتاعنا 67. فأصبح طيران الاحتلال قادر ان هو يجوب في السماء المصرية، فكان أول خطوة لإزالة آثار الاحتلال أو إزالة آثار الهزيمة ان نمنع طيران العدو من هو يطير فوق السماء المصرية. مين أقرب محافظة من ناحية قناة السويس بعد محافظة القناة العدو؟ هي محافظة البحر الأحمر. أشرف الفريق سعد الدين الشاذلي على تركيب حائط أو جزء من حائط الصمت الصاروخي، اللي كان جزء مهم جدا أو كان جزء مهم جدا في منع الاحتلال من هو يجوب فوق الأجواء المصرية لحد سنة 1970 ومات الرئيس جمال عبد الناصر. وبعدها جاء الرئيس السادات وحصلت أزمة مراكز القوة المعروفة، تم عزل فيها ناس كتير من اللي كانوا مقربين من الرئيس جمال عبد الناصر، وكان منهم فريق محمد فوزي قائد قوات السيارة. جاء أكثر من قائد الجيش أو كان فريق محمد فوزي وزير الدفاع، جاء أكثر من وزير الدفاع